الآن نرجع لموضوعنا اللي يتعلق بتحرير الكويت من قبل الملك غازي. هذا الموضوع تناولت العديد من البحوث الأكاديمية وغير الأكاديمية. احنا ما نقول اطلعنا على كل البحوث، لكن على معظمها. ما يتوفر ان في هذا البرنامج من وثائق كشف ان في الحقيقة خيوط جديدة تتعلق بهذا الموضوع، واولها الخطة العسكرية، تفاصيل الخطة العسكرية اللي اراد بها الملك غازي ان يحرر الكويت. تفاصيل هذه الخطة وجدناها في وثيقة مرسلة في 29/3/1939 من ضابط الارتباط الجوي البريطاني في البصرة. تقول هذه الوثيقة انه الخطة كانت هي كالتالي، راح اقرأ لكم بسرعة واترجم لكم اياها. Iraq government officials in Baghdad had formulated a plan whereby a number of Iraqi armed cars were to take a dash on Jahra and occupy the town. اي انه كان من المقرر حسب الخطة العسكرية العراقية ان تقوم القطاعات العراقية بالدخول الى جهرة، وفي نفس الوقت the شبان of Kuwait، ومترجمها يوث بارتي اي شباب الكويت اللي هم الحزب الشباب القومي، would rise in resistance to the sheikh، يقومون بثورة ضد الشيخ، فتزامن الحركة العسكرية مع الثورة. تفصيلات أخرى متعلقة بهذه الخطة تقول أنه كان يفترض أيضا أن تتقدم قطاعات أخرى إلى منطقة جبل سنام، مثل ما يقول هنا according to official circles were to be dispatched to Kuwait to protect Iraqi oil interests at Jabal Sanam، بينما هي في الحقيقة supposed that they were to be employed in the occupation of Kuwait territory، بينما هو يفترض أن تجي تسيطر على منطقة الكويت. هذه تفاصيل خطة الملك غازي، خطة عسكرية كشفتها الاستخبارات البريطانية في 29/3 وأبلغت فيها الحكومة البريطانية في عام 1939. مع الكويت بوسائط الدم والحرمة والوطن الواحد وشعب الكويت وشعب العراق شعب واحد لا يفرق بينهما مفرقا. ان الكويت جزء لا يتجزأ. Thank you.
ان الكويت فرع كما هي الحقائق التاريخية، وان الاصل هو العراق. وقرر مجلس الوزراء بالإجماع أن يكون العراق والكويت حالة واحدة بوحدة اندماجية كاملة. ومن يوم انا هذا ارجع اللولوة، لولوة الصباح وسبيتشة الصباح، مكتوب عراقية عربية مسلمة مولودة سنة الف، يعني اذا الصفحة هذه تقبلها، نعم سنة 1884 بالكويت. سبيتشة بالصباح مولودة سنة 1919، وياهم كانت زهرة اللي هي خادمة جارية عراقية عربية مولودة 1908، بس مكان ولادتها غير معروف. هذول سجلوا بالعراق باعتبار الكويت قائم مقامية، وإلا ما كان ممكن أبدا أن يدخلون في هذا السجل. وهذا ينسحب على كل آل صباح اللي شوفتكم ياهم سابقا في الحلقات السابقة. هنا بيت الباطين، بيت الباطين ابراهيم الباطين وزوجته لولو الراجح وعبد الوهاب الباطين وزوجته شيخه. شوف هذول وين مولودين، مكتوب عراقيين مولودين بالزبير، ووحده منهم ابنته بنت الباطين مولوده بالكويت. يعني سواء مولود بالكويت او بالزبير هو عراقي، نزل بسجلات العراقيين ورحل على هذا الأساس. جريدة العهد الجديد صادرة في 6 أيلول 1961 بها وثيقة تاريخية دامغة أخرى عن قضاء الكويت. صورة، هذه الصورة مأخوذة عام 1913 عندما كان سليمان شفيق باشا والي على البصرة. يبدو فيها طالب النقيب، هذا أول واحد هنا، بصف مبارك الصباح قائم مقام قضاء الكويت، بعدين والي البصرة، وبعد ذلك شيخ خزعل قائم مقام قضاء المحمرة، ثم شيخ البختيارية. ومكتوب جوا وهم يستظلون بعلم الدولة العثمانية، يعني كلهم كانوا تابعين. وهذه وثيقة تاريخية دامغة نضيفها إلى مجموعة الوثائق التي تثبت كون الكويت كان قضاء عراقيا تابعا لولاية البصر. هذه واحدة. أيضا جريدة أخرى جلبونا إياها المواطنين هي جريدة الزمان. هذه الجريدة صادرة في 4 آب 1961، وبيها صورة، هذه الصورة أيضا مأخوذة عام 1913 في دار السيد عبد الوهاب القرطاس في البصرة، ويظهر فيها والي البصرة سليمان نظيف، شيخ خزعل قائم مقام الكويت، والسيد طالب النقيب. هذا للتدليل على أنه كان قائم مقام تابع للبصرة. أيضا صحف بها بعض التعليقات جابوا لنا إياها، العهد الجديد صادرة ب 12 تموز 62، يعني أخذ مقطع منها. ويذكر أن القوات الاستعمارية البريطانية التي كانت قد احتلت الكويت القضاء السليب بموجب اتفاقية 19 حزيران العدوانية مع الشيوخ العملاء في الكويت
قد انسحبت وإلى آخره من الخبر اللي موجود بهذه الجريدة. أيضا عندنا من جامعة القادسية أحد الأساتذة الأستاذ خالد سهر بعث لنا كتاب مهم جدا. هذا الكتاب مؤلفي في مصر سنة 1932، اسمه حياة الشرق، مؤلفه محمد لطفي جمعة المحامي وعضو المجمع العلمي العربي، يعني شخصية علمية مهمة. هنا تاريخ الكتاب، هذه صورة من الكتاب، مصر الجديدة في رمضان المعظم 1350 يناير 1932، محمد لطفي جمعة. هذا كاتب عن آل صباح، هذا الرجل العالم كاتب شيء مهم جدا يقول فيه: وعائلة الصباح التي حكمت الكويت أصلها من عرب خيبر، حيث يكثر اليهود في التاريخ القديم. وبالمناسبة احنا هناك قول مشهور عن آل صباح في الخليج يسموهم يهود الخليج، فهم من بالأصل من يهود خيبر اللي كانوا موجودين في خيبر. واحنا قلنا سابقا انه في اواخر القرن الثامن عشر جوي من منطقة الجزيرة العربية، وقد توطنوا في الكويت منذ 250 عاما، وقد نسج صباح رأس الأسرة خيوط الدسائس حتى تمكن من الإمارة على كويت، وكان الحكم شورى بين العشائر، إلى أن تولى صباح بن جابر ثالث أو رابع هذه الأسرة، وقد تقلص ظل تلك الشورى تماما في أيام ابنه مبارك الذي كان ظالما مستبدا. يعني بعد أكثر من الحكي، شو من هو جوبلز؟ احنا لو هم. وهنا عنوان: مبارك يجني ثمرة الجريمة من قتل أخوي. والباحث أيضا مسمي جريمة مبارك، مسميها جريمة مكبث تعيد نفسها. فهذا دليل. هذا مؤلف سنة 32، يعني مو تقولون كتاب حديث بتأثير أحد أو غيره، عام 1932. هذه كلها أدلة كافية على أنه ما نقوله إحنا في هذا البرنامج صحيح علمي ووثائقي لا يقبل شيء. الشباب الكويتي بذاك الوقت كانوا متطرفين في العودة إلى أحضان الوطن الأم، والملك غازي عندما أصدر أوامره لإعادة الكويت إلى الوطن الأم كان مستندا على طلبات الشعب، يعني الشعب العراقي الموجود في تلك الفترة. المعان يوم 21 آذار 1939 عيد ميلاد الملك غازي، وكان قد ألقى خطاب أشار فيه إلى وشوكمية بالجريدة، أشار فيه إلى أنه لابد من تحرير الكويت، وهي لا تقل أهمية عن تحرير فلسطين وعن تخليص سوريا من الاستعمار الفرنسي، فقدم إلى احتجاج وقال له أنه هذه إشارة.